بيان القوى الوطنية المدنية في اجتماعها مع المجلس الاستشاري المنعقد يوم 23/6/2012. في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الوطن اجتمعت قوى المجتمع المدني من رؤساء أحزاب ونقباء ورؤساء اتحادات عمالية وفلاحين وشخصيات عامة بدعوة من المجلس الاستشاري للتشاور حول الأوضاع التي يمر بها الوطن وما يحيق به من أخطار داخلية وخارجية، واتفقت على الآتي: أولاً، رفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري في وقت يسعى فيه الشعب لإعمال إرادته في بناء المجتمع المصري الجديد الذي نادت به ثورة 25 يناير، وإدانة هذه المحاولات المباشرة وغير المباشرة سواء جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي أو من تركيا، وأنه من غير المقبول أن تطلب قوة تسليم قوة أجنبية تسليم السلطة لمرشح بعينه قبل الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات من قبل السلطة المختصة دستوريا. ثانيا، إدانة صمت بعض القوى السياسية التي لم تعلن موقفا محددا من هذا التدخل السافر، والتساؤل عن سبب هذا الصمت من قبل تلك القوى. ثالثا، استنكار محاولات القفز على الشرعية الدستورية والقانونية، وذلك برفض أحكام القضاء وإهدار سيادة القانون الذي قامت الثورة 25 يناير أساسا من أجل إعلائها، وذلك ضمن محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة المصرية من القضاء والجيش والأزهر الشريف وغيرها، وهو ما يخشى معه من انهيار كيان الدولة المصرية والانخراط في فوضى لا حدود لها. رابعاً، استنكار أي محاولة لإهدار إرادة الشعب المصري وفرض الوصاية عليه باستباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتيجة من قبل اللجنة المختصة دستورياً. خامساً، يحيي المجتمعون مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة، سواء بمنح صوته لمرشح أو لآخر، أو بإبطال هذا الصوت، ويهيبون بأبناء هذا الوطن إكمال مسيرة الديمقراطية بقبول النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم الانسياق وراء دعاوى الفوضى والتخريب. سادساً، قرر المجتمعون أن المهمة الأساسية في المرحلة القادمة وأيًا من كان الرئيس المنتخب تتمثل في وضع دستور يعبر عن طموحات جموع الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولا يعبر عن مصالح فئوية أو حزبية ضيقة. ومن ثم يرفض المجتمعون التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية والذي سار على ذات النهج السابق الذي حكم القضاء ببطلانه، ويتطلع المجتمعون إلى تشكيل جديد للجمعية التأسيسية يتفق مع ما سبق طرحه من المجلس الاستشاري والذي يوجب تمثيل جميع رؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والهيئات القضائية بحكم مناصبهم وبلا انتخاب، على أن يختار هؤلاء في أول اجتماع لهم 30 عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد والكفاءة في هذا الشأن. سابعاً، يوصي المجتمعون بأن يستمر دور المجلس الاستشاري في القيام بمهامه التطوعية لحين وضع الدستور الدائم وتسليم المجلس العسكري السلطة التشريعية لمجلس الشعب الجديد، وذلك إيماناً منهم من المجتمعين بدور المجلس الاستشاري في تجميع القوى الوطنية المدنية بما يضمن مساهمة فكرية لهذه القوى فيما تقدمه من رأي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. شكراً.